ماذا لو قلت أنا أخذت خازوق؟ هذه الكلمة نستخدمها في وقتنا الحاضر بمعنى مقلب أو خدعة أو موقف محرج، فنقول فلان أخذ خازوق أو انضحك عليه. لكن هل هذا هو المعنى الحقيقي للكلمة؟ ومتى وأين استخدم الخازوق؟ ومن أول من استخدمه؟ وفي أي شيء كان يستخدم؟ ده اللي احنا هنعرفه في الفيديو بتاعنا النهاردة. معنى كلمة خازوق في قواميس اللغة العربية هي عمود مدبب حاد الرأس يجلس عليه المذنب فيدخل في دوره ويخرج من أعلى جسمه. وخازوق أداة تدك الأرض استعدادا للبناء، هذا هو معناها في اللغة العربية. تعالوا بنا نتعرف على تاريخ الخازوق ومتى تم استخدامه. الخازوق كان وسيلة إعدام وتعذيب، حيث يتم اختراق جسد الضحية بعصا طويلة وحادة من ناحية فتحة الشرج، وبعدها تترك الضحية معلقة حتى الموت، ويتم إدخاله بطريقة تمنع الموت الفوري لكي يتم إطالة معاناة الضحية. ويذكر المؤرخ الإغريقي هيرودوت أن الملك الفارسي داريوس الأول قام بإعدام حوالي ما يقرب من 3000 بابلي بالخازوق عندما استولى على بابل. كما استخدم الخازوق أيضا في القرنين الرابع عشر، ومن القرن الرابع عشر وحتى القرن الثامن عشر الميلادي كان الخازوق هو وسيلة إعدام الخونة في اتحاد الكومنولث البولندي الليتواني، واستخدم في القرن السابع عشر في السويد وفي الدنمارك أيضا. وقد استخدم في العصور الوسطى في أوروبا، وكان من أشهر المستخدمين له فلاد الولاشي المعروف باسم دراكولا والروسي إيفان الرهيب. أما في منطقتنا العربية فقد انتشر استخدامه بعد دخول الأتراك العثمانيين إلى مصر، وقد نقله الأتراك العثمانيين من العراق وأجروا عليه العديد من الدراسات. وكانت الدولة العثمانية تدفع المكافآت للجلاد الماهر الذي يستطيع أن يطيل عمر الضحية على الخازوق لأطول فترة ممكنة، قد تصل إلى يوم كامل. أما في العصر الحديث فكانت أشهر حالة خوزقة هي حالة سليمان الحلبي الذي حكم عليه من قبل الجيش الفرنسي بحرق يده اليمنى وإعدامه بالخازوق، وذلك لأنه قتل القائد الفرنسي كليبر، وكانت هذه أول مرة تنفذ الخوزقة في الجيش الفرنسي. وفي الحرب العالمية الثانية كان الجنود اليابانيون يعدمون أسرى الحرب بالخازوق على نبات البامبو، ونباتات البامبو كانت تنمو جزءا بجزء حتى تخترق الأجسام تماما من فتحة الشرج إلى الرأس. هذا هو الخازوق، وكيف استخدمه، ومتى استخدمه، ومن الذي استخدمه. وأتمنى أن ينال هذا الكلام إعجاب حضراتكم، وإلا سوف أعتبر نفسي أخذت خازوق. وبكده يكون عرفنا ماذا لو قلت أنا أخذت خازوق. دمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.